هذا هو حال المحطة البرية لبلدية الأبيض سيد الشيخ، شلل تام وحركة متوقفة بعد مرور أسبوعين عن الإضراب المفتوح عن العمل الذي باشره الناقلون دون أن تتحرك الجهات الوصية للتكفل بمطالبهم. المطالب تاعنا هي التنظيم داخل المؤسسة، هو داخل المؤسسة داخل محطة نقل المسافرين، عدنا سيارة الأجرة وعدنا الناقلين يخدموا حذا بعضهم، والمشكل أن سيارة الأجرة يخدموا بنفس التسعير اللي تخدم بها النقل، وهذا ما هوش مطابق للمعايير المعمول بها. إذا كان سيارة الأجرة يخدم ب20,000 والحافلة ب20,000، رانا نقولوا للحافلة نكتب بها الموت البطيء. المواطنون انقسموا على أنفسهم بين من اختار ركوب سيارات الأجرة أو انتظار إقلاع الحافلات. جيت نمشي للبيض راني لقيت محابسي وما عنديش باش نمشي. هذا الإضراب راه امتد أكثر من أسبوعين، والسبب أن الشركة اللي هي محطة النقل غير قادرة على حل هذا المشكل اللي هو رغم اللي هو بسيط، والآن المواطن راه يعاني كثير. إحنا سيارة الأجرة الحمد لله رانا كامل متجندين، الهدف الوحيد تاعنا هو المواطن ولا المسافر ما يبقاش ما تكونش كاينة كريس تاع ركبة. وحول الموضوع يقول المدير الولائي للنقل: طرح السؤال هل يمكن للحافلات أو لسيارة الأجرة نقل الأشخاص بأقل من التسعيرة؟ ما يعاقب عليه حسب الإجابة اللي قدمها مدير التجارة ممثل مدير التجارة هو يعاقب القانون على التسعيرة كي تتجاوز الحد الأقصى المحدد قانونا. أما ما يعني ما يكون في مصلحة المواطن في مصلحة الزبون يعني فلا يمكن معاقبة سيارة الأجرة أو الحافلة. وفي انتظار تسوية وضعية الناقلين ببلدية الأبيض سيد الشيخ، يبقى المواطن وحده من يدفع فاتورة غياب سرعة التدخل لاحتواء هكذا مشاكل.